مرحبا بك محمد، مرحبا بكل مستمعي سامسة فيلم. نحن موجودين حاليا على مستوى باب بحر، وإن كان موجود رئيس الجمهورية قيس سعيد موجود لهنا في ساحة باب بحر. الحقيقة بالصدفة معناها أنه لقيناه في هذا المكان، وكان موجود عديد من المواطنين. كنا تحصلنا على تصريح مقتضب جدا من طرف رئيس الجمهورية، يقول أنه أنا موجود لهنا في وسط المواطنين، في وسط الشعب، الناس اللي تقول أنه ما سماش كان البوليسية، يقول وينهم البوليسية، هاو فما مواطنين معناها لهنا وتشوفوا فيها كيفاش نتحاور معهم. في نفس الوقت يقول البوليسية هم أبناء الشعب التونسي. رئيس الجمهورية قال أيضا، وهي عبارة الحقيقة سمعناها في السابق، أنه لا مكان للخونة وللعملاء، قال ولكن مع ذلك نحن ماضون دائما إلى الأمام. وقال أنا حاجة بركة معناها هي اللي تخوفني، بما معناها هي المسؤولية. ثم في نفس الوقت سألناه محمد حول أنه ثم دعوات للنزول لشارع الحبيب بورقيبة غدوة للاحتفال بذكرى عيد الثورة التونسية، فيقول مرة أخرى أنه عيد الثورة هو 17 ديسمبر. هذا فقط اللي نجمنا نتحدث فيه كما قلت لك تصريح مقتضب. حاليا هو توجه رئيس الجمهورية نحو تخلى على السوق العربي خلينا نقوله، لكن للأسف حبينا نكمله نشوف شوية حتى المواطنين شنو اللي يحكيه، خاطر فما اللي لاحظناه كما فما مواطنين اللي تدعم رئيس الجمهورية وإحنا معاك وغيره، كما فما مواطنين اللي يحكيه مثلا على بعض التشكيات معناتها خلينا نقوله معناتها في الواقع اليومي المعاش. لكن كما قلت لك هو حاليا يواصل جوزه على مستوى الأسواق العربي، لكن بالنسبة لنا نحن رغم أنه استظهرنا حتى ببطاقة صحفية محترف، البطاقة اللي تقدمها مصالح رئيس الحكومة واللي هي بطاقة رسمية، لكن للأسف تمنعنا من طرف الأمنيين وتم إخراجنا من المكان. يعني خليني نوصف لك توا اللي بش يدخل الأسواق العربي مش بش ينجم يدخل، لأنه فما عبارة عن حاجز أمني يمنع المواطنين من أنهم يدخلوا يقولوا لي إجراءات أمنية. هذا هو محمد الموجود لهنا على مستوى وسط العاصمة، بالتحديد على مستوى باب بحر. شكرا لك خولة أسليتي، زميلتنا كانت موجودة في الحبيب بورقيبة في باب بحر تحديدا، وين خرج رئيس الجمهورية في جولة. نواصل.